يعطيكم العافية، أنا عم فكر أعمل مظاهرة على الفيسبوك. لك أول شيء بلاقي تأييد أكتر بكثير، بعدين للحشد، والله ما تتخيلوا قديش ممكن يحشوا بنات، ويمكن كمان من كل أنحاء العالم يحشدوا معنا، وأعجبني يعني بأعداد هائلة. بعدين أنا عم فكر أصلا أعملها بوقت يناسب الجميع، يعني يكون نهار أحد وترمي الغدا، إيه على القليلة منمالح بعضنا ومناكل من عند بعض، وهيك بتخلق بيناتنا ألفة ومحبة وعيش مشترك. إيه لكن بعدين هيك النضال على ريحة المشاوي بيطلع كله عنفوان، وبننقض على السلطة، وعمره ما يكون راجي. السلطة، السلطة أنا بعرف هيك أعمل أنواع كتير كتير طيبة. وبعدين هيك لأنه لقصنا نحن طاقة وسعرات حرارية لحتى نقدر نضاين بالساحات يعني وعلى حيطان الفيسبوك هيك، ونقدر نشرقن بقوة. بعدين المظاهرة على الفيسبوك أهم وأحسن بكتير. على القليلة على القليلة أنا بضمن يشاركوا معي فعليا وبقوة 300,000 شخص، هيدا إذا مش أكتر، ها، وكل واحد من محل ما هو وعريحته، وفي يعبر بحرية تامة. إيه والله، لأن أنا إذا بدي أقول لهم تعالوا ننزل على الشارع ما رح ينزل غير 200 شخص، وهيك على القليلة على القليلة يعني في الواحد يشارك، ايه هو ومشلقح على الكنباية، او هو وعم بياخد نفس ارجيلة، او هو وما تواخدوني بالحمام، او هو بالمطبخ عم يشرب مي مع كل شعار وبعد كل هتاف، او هو عم بياكل يعني هيك حتى يخزن طاقة، او هو قاعد بالسيارة، ابدا ابدا هيك من محل ما هو وعلى كيفه وعلى طريقته وساعة اللي بده كمان. بعدين هيك احسن، ليه؟ لانه المظاهره بتكون نقاله، يعني ساعه بنشوفها طلعت من هالحيط وراحت على هالحيط، وساعه طلع الحيط الفلاني، وهيك بتكون نقاله، يعني بنكون عم نستعمل عنصر المفاجاه. ايه وبنكون سجلنا جول مرتب بالدوله. بس انا قعدت فكر، طيب شو هو الموضوع يعني عن جد اللي بيحرز انه هيك اعمل كرماله انا المظاهره؟ ومش بس هيك، يكون فعلا مثل المغناطيس يجمع كل الطوائف على حيطان الفيسبوك وكل أطياف الشعب، مش أشباح يعني، ما تفهموني غلط. قعدت فكر يا ترى شو هو الموضوع، المي والكهرباء؟ لا لا لا، صاروا موضة قديمة، الغلا قادرين عليه، الفوضى والفساد ما بنقدر نعيش بلاهن، الوسايط ما صاروا من العادات والتقاليد، البطالة ما بقى في بطالة، ما كله هاجر، الزبالة ما بقى في زبالة. طب ما بيصير، بدي رأي موضوع. ايه الضرايب، لا كمان ما خلص، ما بقى في ضرايب. بعدين اصلا نحن بس هيك ننزل بقوة على حيطان الفيسبوك، ما بيسترجوا يعني ولا يرتكبوا اي هفوة. لقيتها، نعمل مظاهرة كرامة يعملوا لنا وزارة للسعادة، لأنه يعني من فرق ليفضل عنا. إيه والله، وهيدي حبة الحمد لله على السعادة اللي ما عم تخلص، الحمد لله.